عليكم أعزائي، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مكون التراكيب. درسنا اليوم بعنوان نصب المضارع الصحيح والجملة المؤولة رقم 1. إذن قبل أن نشرع في الدرس كعادتنا نتذكر ما رأيناه أعزائي في درسنا الماضي. إذن رأينا درس نائب الفاعل، وكما تعرفنا أعزائي فنائب الفاعل هو اسم مرفوع يأتي بعد فعل مبني للمجهول ليعوض الفاعل، وهو نفسه المفعول به في الجملة المبنية للمعلوم، وقد يكون ظاهرا أو ضميرا متصلا أو ضميرا مستترا. إذن أعزائي بعد التذكير ننتقل إلى درس اليوم. إذن نبدأ بألاحظ وأكتشف. إذن خذوا معي أعزائي الصفحة رقم 155. إذن سوف أقرأ الجمل أو الأمثلة. تمنيت أن يحافظ الإنسان على الأشجار. يجب الاهتمام بالغابات كي نستغل أشجارها. سألعب في الحديقة ولن أدوس نباتاتها. يقطع الحطاب الأشجار ثم يبيع الحطب. إذن السؤال رقم 1، أقرأ الجملة وأحدد أفعالها، ما هو زمنها؟ إذن سوف نحدد الأفعال ثم نذكر زمن هذه الأفعال في كل جملة. إذن الجملة الأولى، الفعل الأول هو تمنيت. إذن فعل تمنيت هو فعل في الزمن المضارع بطبيعة الحال أعزائي، فالفعل المضارع نعرفه من خلال حروف المضارعة التي يبدأ بها، وقد تعرفنا حروف المضارعة في الدروس الماضية وهي الهمزة والنون والياء والتاء، ونجمعها في كلمة أنيت. إذا ننتقل إلى الفعل الثاني، إذا يحافظ فهو فعل أيضا مضارع في الزمن المضارع. ننتقل إلى الجملة الثانية، يجب الاهتمام بالغابات كي نستغل أشجار. إذن يجب، لدينا فعل يجب ولدينا نستغل أيضا، هذان الفعلان في الزمن المضارع. سألعب في الحديقة ولا أدوس نباتاتها، إذن ألعب أيضا في الفعل في الزمن المضارع، وأيضا أدوس في الزمن المضارع. يقطع الحطاب الأشجار ثم يبيع الحطب. إذن يقطع أيضا فعل مضارع ويبيع أيضا فعل مضارع. إذن ننتقل إلى السؤال رقم 2، أصنف هذه الأفعال حسب الجدول. إذن لدينا أفعال مضارعة مرفوعة وأفعال مضارعة مرفوعة. إذن كما تلاحظون أعزائي، فعل تمنيت فهو فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، وهي ضمير متصل في محل رفع فاعل. ننتقل إلى الفعل الثاني، يحافظ. إذن هو فعل مضارع منصوب، نضعه في خانة الأفعال المنصوبة. ننتقل إلى الجملة الثانية، يجب الاهتمام بالغابات كي نستغل أشجار. إذن يجب فعل مضارع مرفوع وفعل نستغل فعل مضارع منصوب، إذن نضعه في الخانة المناسبة. سألعب في الحديقة ولن أدوس نباتاتها. إذن سألعب، ألعب فعل مضارع مرفوع بطبيعة الحال، جيد. أدوس هو فعل مضارع منصوب، إذن نضعه في خانة الأفعال المنصوبة. يقطع الحطاب الأشجار ثم يبيع الحطب. إذن لدي يقطع ولدي يبيع. إذن نلاحظ بأن الفعلين معا هما فعلين مضارعين مرفوعين، سنضعهما في خانة الأفعال المضارعة المرفوعة، ونلاحظ أن فعل يبيع هو فعل معطوف على يقطع، بما أن لدي هنا ثم. إذن ثم أداة عطف، والفعل يبيع جاء معطوفا على فعل يقطع وهو مرفوع أيضا. إذن ننتقل إلى أحلل. أولا أضع الأفعال المضارعة في الجدول. ثانيا ألاحظ الأفعال المضارعة المنصوبة في الجدول وأذكر سبب نصبها. ثالثا ماذا أسمي الكلمات التي توجد قبلها؟ إذن سوف نقوم بملء هذا الجدول من خلال الجمل التي رأيناها
لدينا الفعل المضارع حركة آخره والكلمة التي. إذا كما نلاحظ أعزائي لدينا فعل نستغل، إذن فهو فعل منصوب حركة آخره الفتحة، وجاءت قبله كلمة كي يحافظ، إذن حركة آخره أيضا الفتحة، وجاءت قبله أن أدوس أيضا فهو مفتوح أو منصوب حركة آخره هي الفتحة، والكلمة التي قبله هي لن، إذن هذه تعتبر أدوات نصب، إذن كي أن لن، وأيضا إذن غير مذكورة في الدرس، إذن هذه أدوات نصب الفعل المضارع، إذا جاءت أو سبقت الفعل المضارع فإن الفعل يأتي منصوبا. إذا من خلال ما سبق أعزائي نستنتج أنه يكون الفعل المضارع في الأصل مرفوعا مثل يجب تقطع أبيع، ويكون الفعل المضارع منصوبا إذا سبقه حرف من حروف النصب أن لن كي، وأيضا إذا وفعل هو حرف من حروف النصب لم يذكر في الدرس، مثال يجب أن نحافظ على البيئة، لن أدوس الأزهار، نسرع كي نصل في الموعد. إذا إلى هنا أعزائي نكون قد أنهينا هذا الدرس، أرجو أن تكونوا قد استفدتم منه، حاولوا أن تنجزوا التطبيق رقم 1 والتطبيق أيضا رقم 2 على دفتركم دفتر التمارين المنزلية. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في درس جديد بحول الله.